بعد حرب دامت عامين عاد الفرقاء لترميم جراحات تسببت في موت ونزوح الآلاف. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد يعيد جتات شردة حاكما مؤقتا لإقليم تيغراي، خطوة يصفها البرلمان الذي رفع قيود الإرهاب عن الجبهة بالمهمة في دعم عملية السلام الجارية. أبي أحمد أين جتاج رد رئيسا للحكومة يعني إقليم تيغراي؟ هذه ليس لشيء آخر، إنما هو يعني أكثر للتقارب والتفاهم وإفساح مجال للسلام، إعطاء الفرصة للشعبين حتى يعيشوا بسلام وينتقلوا إلى مرحلة يعني الثانية. ومعروف أن هذه يعني إزالته من يعني من تصنيف الإرهاب هو من ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي في بريتوريا. لكن جتاتشو الذي خاض المعترك السياسي والمخول له بحكم هذا التعيين إنشاء إدارة لتمثيل القوى السياسية المختلفة العاملة في الإقليم قد يواجه مشكلات جمة في ظل إقليم منهار وتناقضات سياسية. اختيار جتاتشو ردة حاكما للإقليم ليس بالمهم في اعتقادي. أبي أحمد أعلن ذلك برغبة الإقليم. ما كان يجب النقاش حوله ليس المنصب، ولكن عن الحرب التي شردت الملايين ومات فيها مئات الآلاف. لماذا دخلنا الحرب أصلا إذا كان الاتفاق يتم بهذه الطريقة؟ نعود الآن إلى نقطة ما قبل الحرب. قرار أبي أحمد الذي تلا موافقة الإقليم بتعيين جتاتشو وإلغاء البرلمان تصنيف الجبهة إرهابية عوامل من شأنها تعزيز عملية السلام الجارية شمال البلاد ودفعها قدما إلى الأمام. تسارعت الخطوات بعد إعلان البرلمان الأثيوبي رفع جبهة تحرير تيغراي من قائمة الإرهاب، وتحرك العمل السياسي خطوة إلى الأمام بالرغم من أن إقليم تيغراي لا يزال مثقلا بتداعيات الحرب التي أنهكت ساكنيه في عامين. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.